الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولا شين جوهر حسين هل كنت نقل سعطان نوات شانل كينو جوهر حسين إنو ما مشا وحرجانا إنا عفمات قبطان سيدا أني قبا أنو عفمات قبو الله سبحانه وتعالى عفمات كهينو زيادي الله سبحانه وتعالى وحان جعلنا هو الجنة الفردوس الأعلى أقوه ريسو هنو أرزاقه الله سبحانه وتعالى انت لمتيها ونهرست الله سبحانه وتعالى انت حنوصنها عافيه انت مرغيسا مرغدها قد القاضي الله سبحانه وتعالى امرها نصقره انت نقولهيس نقول حلال وناكسن ربي سبحانه وتعالى هكو ارزاقه قصه عن وحبضني كانفعي دونتا سيدي اني قبي انفعدي وحبضنا كفائده دونتا وحبضنا كقاضن دونتا هادو ربي سبحانه وتعالى ورالك النقضه إن هوي فاضمو وهو إلهي سبحانه وتعالى كحرا وهو إلهي سبحانه وتعالى كرزاقي قبر إيو ويل قبر ويل مركو إلهي سبحانه وتعالى كرزاقي طبعا قبر داوين ويلك كحك الله مستعان ويلك مركو داشي إلهي سبحانه وتعالى وحو تير بأكاني آبه طبعا آبه مركي أودنتي آبه نموناك سنو أها حاسكي سا وحبا إن كما أوسن قصر جرن أما وحبا كما أوسن هكران جرن دهب أقدي جري وحوال بقو ويبن جري ما شاء الله تبارك الرحمن marka waxa dhacday in tii rabbe way maaday oo dhintay dabcan iimaankeedu way suugatay waxayna go'aan ku gaartay inay caruurteeda korsato oo nin aysan gursanin dabcan laba cunug waa guul in ay dhashay waa guursan karta een allah subhanahu afar cunug haday dhashaxta waa guursan karta nin ilmaha la koriyo nin caruurta la koriyo nin garab u noqdo dabcan way u baahan tahay ma caadalik waxay dhahday caruurteeda ayaan korsanaya mana rabi inaan nin kale soo dhaxgeliyo een waan ku qanacsanahay wax walba ilaahay subxaan wa taala ii qadaray een runtii ninka walaalihiisa een waxa ay een ay kasoo horjeesteen inay ku biilaan ama wax ay siiyaan waxay dhahday waxba ha igu siinina caruurteedan ana korsanayo ذهب كذا قد قضتي ذهب كذا مركي قد قضتي إنه الدكان يفور توقف إلهي سبحانه وتعالى كحرا قف إلهي سبحانه وتعالى سلادي سمرنا بعن ضيعين قف إلهي سبحانه وتعالى عرب كذا أم لسان كذا بلي آذن كأن مرنا وتاجن إلهي سبحانه وتعالى أحفظي يعني قف وحي هذا إيمان إلهي سبحانه وتعالى سيي نفت هذا أي حفظي ما شاء الله تبارك الرحمن المه هذه كرستي فالحمد لله دكان كأي فرتي إلهي سبحانه وتعالى فرج وفوري دكان لبعضي فرتي دكان سد هذا أي فرتي المه هذا وي كرستي ما شاء الله تبارك الرحمن إلا دكسي هوس لحى صار إن جامعة قبل هذا جامعة جيسي ويل كذا كذلك جامعة جيسي waxa jiro wiil een meesha kala shaqeyn jiray een dukaanka kala shaqeyn jiray oo asigoo yar ay meesha keensatay oo dugsi sare markuu dhameeyayba oo meesha keensay keensatay runtii wiilka wuxuu ahaa asigana wiil aad u wanaagsan sida hooyadiisoo kale ay u la dhaqmi jirtay lacag ay siin jirtay waxay dhigi jirtay bax een meelahaas aad een maxay raadada asi een facaag la soo damaashaad إن فصح قاضو مالها بضها آد إن صوت دلحيس إنت بأيدي هجرتي سيدا ويل كيدو كالي أي ولد أخ مجرتي مركا ويل كاس وحو آد أجعلا إن قبر دي وين آد أجعلا قبر دي ما شاء الله جامعة دي وين أمي سي هيري قارتي الحمد لله ويل كيدو كذلك سيدو كالي جامعة دي وين أمي هيرو قاري فالحمد لله ويل كي مركا وحو آد أجعلا قبر دي آد أجعلا ويل كان وحو أها ويل أقلاق بدن إلهي سبحانه وتعالى آذاب إي أقلاق إلهي سبحانه وتعالى كما نستي مركا ويلك وجعل طبعا مع ماذا ويل وجيت وحين جعلت ويل كان إني قدرته ما دام ويل أهل الصلاة ويهي وقرب وأه ويهي ويل كيدو كلا ويهي آت أي ولا جعل هذا رنتي إن ما في رني إن مركز وح برشة دي سما دام دوكس سر كلي ولما قبل هذا الجامعات أي دم يسي وحوا كما إيسان قبل قبل نرصد كلا ويل كي ويجعلت أخلاق دي سي إيه آداب دي سي ويجعلت هاي ذا نحيلي جرت ويل كان وقال بولي قام هلي دونتد ويل آت وناكسن ويل إن إلهي سبحانه وتعالى علمي إلهي سبحانه وتعالى علمي وقفك إنه برتم ما أهن كليا لكن نفتي سحفذي إن شقيسته أو إي احترام وويل كان ويل كفي عن ويل يا مهليست إنت عص إيه قبل هذا كل يرجلين جرتي
marka waxa dhacday in gabadhan in wiilkan inuu doontay oo adeeradeeda uu ka doontay walow aysan waligoodaba wax aysan seenin markuu ka doontay dabcan waa loo soo diiday mar walba waxa laha gabadhan iyo adi isku munaasib ma isku tihiin yani isku meel ma gashin gabadhan waa gabar wax baratay dabcan ayaga ma barin oo waxa bartay Allah mustacaan hooyadooda hooyadiisa hooyada bartay wax barashada wax walba ayda ka bixisay ayda heerkan soo gaarsiisay gabadhii hooyadeeda la rabto maca dalik waxay leeyihiin ayda saasay ayaga soo korino waxba waligooda aysan seenin haddana waxay leeyihiin isku level ma tihiin gabadhan way ka level sareysa gabadhan way ka darajo sareysa gabadhan sida adiga tahay ma tihiid gabadhan gabar wax barato waa inay ayadoo kale mustawaageeda ahaa loo rabaa ana tabaan hooyadii marka mar walba markoo saas waxay dhigi jirtay in gabadheeda meesha uu wanaagsan ayda taqaane maxaa sidaas u dhahaysiin maya haddii gabadhaad ninkan uu guursado waa idin jareynaa gabadhaad waa jareynaa familkeena kama tirsanaanayso familkeena kama soo qayb galayso tacsiideena kama soo qayb galayso farxadeena kama soo qayb galayso way naga go'an tahay inta ka dhac waxaa sii leedahay marka ugu yar tahay lix mar uu ka doontay wiilka oo mar walbana ayada maamada garab ay ku siinaysa ay dhahaysay ka doono wixii aakhir soo baxana aniga diyaar ku aniga garab ku ah intaasay dhahaysay ilaahay subxaana wa tacaalana kuma dayacayo garabkaaga ahay ilaahay garabkaaga anigan garabkaaga ahay dabcan markii todobaad uu doontay sidaas oo kale loogu soo diiday waa la dhahay waliba loo soo hanjabay mar dambe haddii wajigeena ay maatid iska jir inta tahdiid hanjabaada loo soo sameeyey wiilkii dabcan markaan uu iska haray wuxuu dhahday maamadii waxay dhahday warkooda ka bax anigaana kugu daraay gabadhan waan lagu guurina aroosna waa lagu dhigaay dhahday tabcan waxaa la diyaariyey arooskii iyo wax walba la diyaariyey maasha allah tabaaraka raxmaan wiilkii walaalkeeda ahaa iyo hooyadii dabcan way oynayaan waayo saddexdooda weligooda isla noolaan jireen inta aabihii uu ka dhintay garabay isku yihiin walaal wiil hooyo intaba isku yihiin maasha allah tabaaraka raxmaan marka hooyadii way murugaysan tahay wiilka walaalkeeda sidoo kale wuu murugaysan yahay inta aroosku lagu jiraba ilintooda ma ceshan karin way oynayeen ilintoodii ma ceshan karin maadaama gabadhoodii wixiida aheed guri kale ay ku noolaanayso guri kale ay ku ceesheyso gabar guri kale ay degayso runtii arintii waxay la noqotay arin cajiib ah arin oo waxay la noqotay oo dabcan oo xasiin ah muruga ahay la noqotay waxay sidaas ahaataba gabadhii waa la soo guuriyey waxaana loo soo waday gurigeedii loo soo waday awal leyla fil farax waaye maalinta ugu habeenka ugu horeysa oo arooskeeda farxadeeda waaye dabcan marka gurigii saas ay usoo galeen ayadoo dharkii arooska ay wadato ay xiran tahay boorso ay wadatay boorsadii waxay kasoo bixisay laba lacag ay kasoo bixisay waxay dhahday lacagtan lacagta anii aruursan jiray iskuulkeyga waxaas waaye aan aruursan jiray lacagtaanna waa lacag hooyadeedu kusoo dhiibtay waxay dhahday maadaama hadda adinka dad guri dega aad noqoteen ninkaaga ganacsi yar ha ku abuurto ganacsi yar ha ku sameysto intaana anaa kugu daray waxaa raba hooyadeena inaan dhiban oo nolosheena aan fiirsano oo nolol qurux badan oo yar oo shaqo ku dhehen aan samaysano dabcan wuxuu yiri wiilkii dabcan wuu faraxsan yahay caawo gabadhii intaasoo sano uu ku haminayo uu jeclaa oo wanaaga ilaahay subxaana watacaala u dhaliyey aa loo soo guuriyey aa guriga u joogto falxamdulilah aada u faraxsan yahay farxadiisa lama soo koobi karo wiilkii wuxuu yiri horta lacag hanoo dambeyse waa isla joognaa insha allahu tacaala hadda kadib waa isla noolaanaynaa hadduu ilaahay subxana watacaala raali ka dhahane cimrigeena inta ka dhiman ama nolosheena inta ka dhiman waa isla noolaan doonaa marka sidaas darteeda wuxuu yiri allah mustacaan tan meel iska dhig nolosheena aa hore u raacnay iyo waxyaabaha muhiimka ah okay waxay dhahday marka maadaama caawin iska keen horeyso ani gudahaan galayaa dharkaa iska soo bedelayaa laba rakaca soo dukana kadibna waa isla dukanaynaa waayuhu dhahay dabcan fadhigoo fadhiistay asoo ugu jiro dharkii oo arooska asoo ugu jiro fadhigoo fadhiistay gudahii markay gashay ayadoo duceysanayso oo ugu wardambeeyo ilaahay subxaana watacaala ilaah guurkeyga guur wanaagsan iiga dhig guur najaxa iiga dhig ayadoo duceysanaysa keliya faja ducadii hal mar istaagtay subxaanallah ducadii markay istaagtay misna wuxuu arkay wax cadaan oo qurux badan oo qolka ayada ku jirto sii galay wuu yaabay wuu istaagay oo xoos camal ah
ان وحي قيال قيال عمل حوس حوس عمل حوس وفهميسين قفك مركو صعدو ميل افتين وصعدو او حوسك يعني سذا انو كال هاد ميشا كهاد لايق عنتي دوا كسر اخرخاق دربيق او جيدا حوس سذا سو كال لكن حوس قرح بدن او عدان عمل ايه او اركي وو نحي ويلكي وو استاو او قلكي ايدوكو جرتي سيقالاي ويلكي مركو اركي وحو اركي قبر يو سجوسن طبعا او سجوسن ان هبلاي خلاص ان اهلان كبعدي ودو عيستي خلاص صبح واسلا دوكانيناي هبلاي طبعا ولو جبابي واي مر لبعض وضحي هدن هبلاي خلاص وا مركان هي وا ان لبدنا اسلا دوكانيناي وانا دالنتي مانتو دنا مال فديدي در بدلت اي وحاس كجرتي ان خلاص سجود كك مركو ساس وطابتي قبلي وي دعدي وي دمتي سبحان الله وي دمتي هبلاي هبلاي وهبلاي وا ويعني وكو وكوكر وو جلجلي وحبا وصو وضي وحو كاني اسبتال وكاني اسبتال مركي لكاني قبلان وي دمتال الله واستغسي كو دمتو دهي والله وحو يري ان الله مستعان وي دمتال الله استالكي وحالو ده وي دمتي فوحو وحال الله مركز سدي كو دمتي maxaa dhacay istaalkii la wareystay dabcan wuxuu sheegay sidaas in wax cad uu qolka galay uu arkay kadibna uu soo istaagay qolkii uu soo galay ayuu sajuusan uu arkay markuu saas u taabtana ay dhacday doktoradii waxay dhahday waxa macquul ahayn waa waxaase ee waxa jirta nin oo hadda meelahan ka dhaw oo heblow doktor heblow la dhahay doktorkaas aad u soo sheeg si aan baaritaan loogu sameeyo meedkan oo loo ogaado waxay ku geeriyootay haday musammam tahay hadii madama habeenku kugu horeysay ay tahay inay ka naxday in yani wax alaala wixii markaas ku sugan asaa sheegay asaa baaritaan ku sameeynaa tabcan in asiina u tagta asiga uu soo waa loo soo saaray in ambulance loo soo saaray in doktorkiya loo keenay doktor wuxuu yiri inaa baara raba xaaskayga waa kaas asaa ku dhacay markaas wuxuu yiri inay xaaskayga tahay cadeena u baahanahay waxa u baahanahay in warqadii oo guurka wuxuu yiri warqada guurka anaga kitaabku waa la qoray kaliya laakiin warqada wali maxkamada ma ka soo bixin way soo bixaysa tabaan in intaas waalidkeedu ma u sheegin laakiin maadaama meeshaan baaritaan ay waxas loo baahan yahay hooyadeed walaalkeedu wacay in wuxuu yiri gabadhii dhibkaas ku dhacay sidaas haddana meeshaas ku suganahay waa kaasa doktorkaas la joogna hooyadii iyo walaalkeedu ordaayaan ay imaadeen tabaan hooyadii walaalkii gudaha markay soo galeen ee doktorka wuxuu yiri in banaanka u baxa hooyadii waxay dhahday aniga gabadheeda maadaama ay dhimatay ee Allahu mustaan in xanaaq kama qabi ama kama xumi gabadheeda inay dhimatay mana caroonay yani in gudaheeyga maahe ee marka sidaas darteed gabadheeda ina arko waana ku qanacsanahay Ilaahay subxaana wa taala wuxuu noo keenay in aadana u faraxsanahay waliba ayadoo sujuusan in Ilaahay subxaana wa taala wamaanadiisa ka qaatay oo oofsaday marka sidaas darteed gabadhii ina arkaa raba gabadhii ina fiiriya raba doktorkii markuu arkay hooyo oo mu'mina billaah ah oo aad iimaan in u haysato oo iimaan fiican Ilaahay subxaana wa taala ku arzaaqay oo maxay raada oo ana qanacsan wuxuu yiri okay een inta ii fariiso hor wa soo waday gabadhii uu keenay wajigeedu tusay een Allah mustaan markuu wuxuu yiri baaritaan aan galaya een baaritaanka to gal inta ka galay oo soo bax qolkaas fariiso een wuu soo waday qolka loo keenay wiilkeedana een waxay dhahday banaanka fariiso gaariga si fariiso gaarigu si fadhiya wiilki ayadana qolka loo soo geliyay qolka markuu soo geliyay dabcan doktorkii wuxuu arkay nafsal mawduuc gabadhii oo maxay raadasi wax cadaan ah oo hoos ah oo qiyaal ah kasii baxay jirkeeda subhanallah doktorkii wuu yaabay in baaritaanka intoo gelinba wuxuu ogaaday wiilka wuxuu sheegay inay xaqiiq yihiin oo waxaana ay yihiin wax jiro sidoo arkay in gabadhii baaritaanka ay wuxuu ogaaday wax in lagu sameeynin wax sun aan la seenin Ilaahay subxaana wa taala qudradiisa ay ku dhacday wuu soo baxay wuxuu soo galay qolkii hooyadii ku jirtay si uu ugu sheego in hooyadii in gabadheedii sidaas ku dhimatay in gabadheedana ay tahay in ahlu janna wajigeeda nuur uu ka baxayo oo waxna aysan qabin waxna lagu sameeynin Ilaahay subxaana wa taala in amaanadiisana uu ka qaatay waliba ayadoo sujuusan uu ka qaatay hooyadii markuu u soo galay uu sheegay islaha haddana wuxuu la kulmay hooyadii oo sujuusan heblaay 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 misna wuxuu arkay isla wixii gabadhii uu ku soo arkay hooyadiina subxaanallah kasii baxayaan oo cajiib ah xoos ah marka wuxuu ogaaday hooyadiina inay dhimatay wuxuu u wacay wiilkii gabadheeda in qabay
اللهم استعان سيدو كلا هوي دينا وي دعدا ايدو سجوسن لنعي او دعدي سبحان الله وحو اسلها ان مادام ارنتان دعدي وحي ادي قبداس كو اركتا انو كو اركو دهي او ماما دان ان كو اركي مركا وحان الهي سبحان وتعالى قدر دي سواء مركا دكتور كاكا شاكي نايو الهي سبحان وتعالى قدر دي سواء الهي سبحان وتعالى معجزات كي سنوي بذين مركا سيصدر تهدويل كان او غاري غفاليو وان لو شيغا ان ولاشي سغير ديدا ان لو حقيقيا هويسا ان غير ديدين وان لو شيغا واي سو بخيان بران كاي سو بخيان غارغي ويل كسارنا اول ربي ترتيب ان لو شيغو ويلكينا كذلك سبحان الله اسيغو ميد اي ماشي او تاغين عيلدي دان با سبحان الله ان كانو اني كوبالمينو قال ان اي هلمر ادونكان كودا تاغايان ان هلمر ادونكان ديبكيس اي كودا تاغايان الهي سبحان وتعالى ندريق وناكسن او كو اوفسدي سبحان الله سبحان الله معجزات كانوا كلا كورن لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اله ربي الرحمن وقاتم ذنوتوسي الله سبحانه وتعالى قاتم ذنوتوسي الله سبحانه وتعالى قاتم ذنوتوسي الله سبحان محاك قرح بدن اديغو سجوسن امانه ده لغا قاتو اديغو سجوسن الهي سبحانه وتعالى اما نديسا هكا قاتو محاك قروح بدن دكتور كمرك وحو يري وحا اوغادي وحاس جسمي ودا كسي بحاي ان ويهي ملك الموت ان ويها اوغادو دحاي ان الهيو اله قاتو مدنو وناجي وحو يري انت ان وح باراي ان ان ميد باراي دتكا سايو معجسات بدنايو دحاي او عجيب ان ولغي ان الوينو دحاي ان ولغي قف والبو ان اركو اوغو شيكيناي معجسات كالهي سبحانه وتعالى ومعجسة كميد ولبا معجسات سأعد وناكسن أدن وقرح بدن واي ما دام فملك لأن هالمر إس وضراعين لكن دريق وناكسن وقرح بدن إلهي سبحانه وتعالى قوة أبصدي سبحان الله محاك قرح بدن محاك قرح بدن الله سبحانه وتعالى هؤن حريسته الله سبحانه وتعالى قاتم ذه إنه توسيه الله سبحانه وتعالى فردوس الأعلى نقول بشارة آمين يا رب العالمين وولا شيء جوار حسين وإذن قعد سنيزو إنا سبسكرايب أو صارتان أسحاتين ألو ذاكتان وحي رأيكين إنو كومنتيق أنا وغريبتان لايكتين دير قلنا نوته إنا لايك نو صارتان قير إعافمات إبروخاء إذن رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.